وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم، مسألة: يقول شخص وضع في فمه تمرا بعد أذان مكة وظن أن أذان جدة بدأ، ثم أخبر أن الأذان في جدة لم يبدأ، فأخرج الذي في فمه، فما الحكم؟ لا شيء عليه إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء وفي يد أحدكم كأس ماء أو في يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. رواه أبو داود بسند جيد، وإن كان بعض أهل العلم لهم في ذلك مقال، لكن على كل حال للتحسين أقرب، ولا شيء عليه إن شاء الله.